أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول عن طريق الشبكة العالمية العنكبوتية: هل الله عز وجل يخلق اختيار العبد بما يقول هذا السائل هل الله عز وجل يخلق اختيار العبد بما أن أفعال العبد مخلوقة والاختيار فعل من أفعال العبد؟ بلا شك الله خلقكم وما تعملون، فالله يخلق العبد نفسه، يخلق إرادته، يخلق أفعاله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم.